السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. ومرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ حليمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله وضمن حلويات العيد غنحضروا حلوى رائعة جدا، راقية في الشكل ديالها، لذيذة في المذاق، سهلة في التحضير، وكتعطي كمية وفيرة، وكتجي رائعة جدا، وكتستحق التجربة. ابقوا معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالها من اول هذا الفيديو للاخر ديالو. غنحتاجو 250 غرام من الزبدة او المارغرين اللينة اللي بغيتو استعملوه، ربعة كاس لاروب من زيت، كاس من السكر الثقيل او سكر بودرة، كاس من اللوز اللي مطحون بقشرتو. غنحتاجو بيضة كاملة واصفر بيضة والابيض للتزيين، كيس فاني وكيس من خميرة الحلويات 8 غرام، كذلك 3 معالق كبار من النشا والدقيق تقريبا، يعني في حدود 700 غرام او 650 غرام، هاد الحدود اللي غادي نحتاجو. ونقول لكم من بعد شحال الكيسان بالضبط. هنا غنحاولو نوجدو المكونات ديالنا كامله قدامنا. غنحتاجو كيف قلت بيضه كامله واصفر بيضه في العجين، وبالنسبه للابيض غنحتاجوه للتزيين فغنحتفظو به على جنب. وغادي نبداو كنحضرو. غادي نديرو الزبدة اللي تكون بحالة المطبخ، أنا كانت عندي شوية باردة فعذبتني ولكن ماشي مشكل، من الأحسن تجبدوها قبل من الثلاجة. ولا استعملنا المارغرين اللينة ديال البواطا بحال لابريري فهي كتخدم بسهولة ما كتعذبش. غادي نزيدو واحد الكيس من السكر المنسم بالفانيلا، وغربلنا كاس من السكر ثقيل أو سكر بودرة أو السكر العادي طحنو عندكم في الدار واستعملوه، قريصة ديال الملح. وغادي نضيفو على جنب 3 معالق ديال النشا. انا كنحاول نوجد المكونات ديالي كامله حدايا باش من ندير في يدي في العجينه صافي كتكون كلشي قدامي واجد، غير كنبقى نضيف شويه بشويه وكنخدم بيد وحده، يد كتقاد باش ما نرونوش الدنيا. بالنسبه للمبتدئات خدموا بهذه الطريقه صافي، غنبدا كنعك فيها مع داك السكر حتى كتنسجم، عاد باش كنضيفوا ليها باقي المكونات. ممكن تطحنوا هاد المكونات اللي عندكم واحد ميكسور او لا شي اداه كتستعملوها في العجين. غادي نضيف كاس لاروب من الزيت ما يعادل 150 مليلتر بالنسبه للبنات اللي كيبغيو المقدار بالغرام والمليلتر. بالنسبه للسكر فهو 100 غرام السكر الثقيل، 100 غرام. غنخدم ونضيف البيضة الكاملة وأصفر بيضة، غنخلط الكل. وقلت يمكن تطحنو هادشي كامل وعاد توضعوه في هدا وتزيدولو النواشف. هنا عندي كاس ديال اللوز اللي كنمسحوه بالقشرة ديالو وكنطحنوه مزيان حتى كنحصلو على بودغ وكنضيفوه. ممكن نعوضوه بكاوكاو ولكن اللوز كيعطي مذاق أحسن، هاد الحلوين كتجي متميزة بالمذاق ديالها. وغنضيفو كذلك 3 د المعالق كبار من النشا وغنخلطو. وغادي نزيدو الدقيق اللي كنكونو غربلناه حدانا مع كيس من خميرة الحلويات 8 غرام، وغنستمرو في التخلاط. حنا كنضيفو الدقيق شوية بشوية، ردوا البال ما ديروش الكمية كاملة، وخا نعطيكم العبر نقولكم مثلا 650 أولا 700 فمن الأحسن زيدو شوية بشوية حتى تجمع لكم العجينة وتحصلو عليها تكون متماسكة ورطبة في نفس الوقت، ما تكونش قاصحة بزاف وما تكونش تاني جارية باش ما تعذبكمش. صافي غادي نستمر وانا كزيد شوية بشوية حتى كتجمع ليا. كما كتلاحظوا هاد الكمية اللي بقات لي من 700 غرام بالضبط، كتبقى الحجم ديال البيض، يعني بزاف العوامل كتحكم في الكمية ديال الدقيق اللي ممكن اننا نضيفوها. صافي العجينة كنحصلوا بها بهذا الشكل، كنحاولوا نقسموها غير هكذايا غير باش نوضعوها في ميكا ما تنشفش لينا، أو نغطيوها ببلاستيك عادي ماشي مشكل، راه حنا في ساعة كنخدمو بها، ما راح تخليوها لا تبرد في التلاجة لا ترتاح لا والو، باعتماد على جوج أوراق ديال الطبخ أو البلاستيك غير باش نطلقو وما تبقاش تلصق لنا لا في سطح العمل ولا في المدلك. العجينة راها كتكون رطيطبة وما بارداش باش تعذبنا، في ساعة كتطلق بسرعة. هاد الحلوة ساهلة بزاف وكنلقوهاش بزاف كيف كنديرو الصابيله كيتلصق، لا كنديروها شويه ومازال غتنفخ في الفران
كما تشوفوا معايا كنقطعوه باي مرشم عندنا، اي مرشم بغيتوه استعملوه ما كاينش مشكل. درت هذا دائري مشنف بهذا الشكل وكنبداو كنقطعو وكنوضعو في صفيحة ديال الفرن مفرشة من الأحسن بورق الطبخ، يعني الزيت هادوك باش نزيد نرقق شوية الوسط بقى لي غليظ ونقادو يجوني يعني مستوى واحد. صافي غادي نستمر كنهزهم بهاد الطريقة. اش كندير الورق باش كنهزو وكنحيدو الحلوى ديالنا بكل سهولة، إلا كان سطح العمل غادي يعذبنا بزاف. صافي هاد العجينه اللي كتبقى لي كنجمعها وندير معاها كميه اخرى من العجين وكنعاود نطلق الكل مره واحده وغنستمر. كتعطي كميه وفيره وسهله بزاف الخدمه ديالها، وحتى الشكل ديالها كتجي راقيه. صافي غادي نستمر كنطلق ونقطع ونوضع فوق صفيحه ديال الفرن حتى كننتهي من الكميه كامله اللي عندي. كناخذو داك الابيض البيض اللي احتفظنا به من قبل وكنطربوه مزيان في الشيطه مزيان مزيان حتى كيولي مطلوق، باش كنهزو منو غير القدر كيكفينا وما كيبقاش هكاك يعني كيتجر معانا. صافي غادي نستمر حتى كنطربو وناخذ واحد الشيطه ونبدا كندهن السطح او الفوق ديال الحلوه به بهذا الشكل. هذا كندير كميه بكميه وكنوضع فوق منه اما اللوز يفيلي ويكون احسن، الا ما كانش او جانا غالي ناخدو كاوكاو إيفيلي. ما جاناش يعني وما تكفرش لينا كاوكاو إيفيلي أولا يعني بغينا نغيرو نديرو مهرمش، يعني كاوكاو مهرمش أو لوز مهرمش، ولكن إيفيلي كيجي في المنظر أحسن بزاف. كناخدو وكن بحال هكا كنضغطو عليه واحد شويه كنفردوه عاد كنبقاو كنزينو فيه. ديرو من بعد ضغطو باش تشد ليكم مع الحلوى، ولا داكشي اللي كيبقى ولا كيطيح ليا فما كيضيعش كيتحمر في الفران ومن بعد كنجمعو كنخليه كنزين بيه الا بغيت الكيك او شي حاجه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه كندهن بالابيض ديال البيض، وما تخافوش راه كتكفي ديك الابيض البيضه كتكفي الكميه كامله. وبالنسبه للقدر اللي عطاني هذه في جوج يعني صفيحه اخرى بحال هذه، واللي جاها كميه كثيره ممكن دير نصف المقادير فقط، واللي يعني حتى دارتها وجاتها بزاف فممكن انها تحتفظ بها لمده طويله في المجمد او لاقي في الثلاجه ماشي مشكل. راه كتجي زوينه ما غيبقى لكمش منها، يعني تقدموها لضيوفكم وحتى للعائله فمعليش. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه كيف قلت ونكون الفران ديالنا مشعول وندخلوها على النار مهيله حتى كتحمر لينا من التحت وكتنفخ واحد شويه. هي كنشوفوها بدات كتدخلها تحمر كنهبطها ولا كنشعل ليها من الفوق تحمر على خاطرها ما نجهدوش عليها نهائيا العافيه باش داك اللوز ما يتحرقش لينا، غير يتحمر فقط ويطيب مع الحلوى هو هذاك. صافي كنطيبهم بجوج بنفس الطريقه ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال التسيين. بالنسبه للشكلاط كندوبوه كيف العاده، انا كندوبوه مباشره فوق النار مهيله مع الزيت مع التحريك المستمر. بالنسبه للشكلاط اللي كنستعملوا سولتوني في الفيديو ديال الشكلاط الحلوى بدون فرن، فاما هذا اللي الشكلاط ديال بصح فيه نسبه الكاكاو او بديل الشكلاط هذا، يعني بجوجهم ديال الماكا غير الاخر كيعطينا لوغو مر شويه ديال الشوكولات حيت فيه 73% ديال الشوكولات. ما اسمحوا لي ما بينش السميه، ولكن بجوجهم كيف قلت ديال الماكا والاخر بديل الشوكولات. هذا هو شوكو باستي، هو قرب مني تيسالي لي فزوين وكيذوب بسهوله وما ما كيوقع فيه حتى شي حاجه، والاخر ناقص الثمن وحتى هو مزيان تيذوب غير ذوبو بطريقه صحيحه ماشي مشكل، اما في حمام مائي او كيف قلت مع الزيت مباشره فوق النار مع التحريك المستمر باش ما يشيطش. صافي كنبداو كنديروا الحلوه ديالنا بهذه الطريقه وكنوضعوها فوق بلاستيك او ورق ديال الطبخ. انا داك اللي طيبت فيه نيت اولا طلقت به بجوج كلهم خدمتهم وخليتهم كينشفوا ويشدوا راسهم، او ممكن ديروا في شي بلاطو وتدخلوهم للمجمد او الثلاجه يشدوا راسهم بسرعه عاد زولوهم فكتجي شكلها رائع ومذاقها اروع. كما كتشوفوا عن قرب رائعه في التقديم ديالها ولذيذه في المذاق كنأكد لكم، وكتعطي كميه وفيره وهشيشه بزاف
كيما كتشوفوها على القرب خفيفه، حاولت نقربها لكم الكاميرا، وكتستحق التجربه. كنأكد لكم شكرا لكم دائما على الدعم وعلى التشجيع، والى اللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.